السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا وفي احسن حال. السنة راحت بالسلامة وسنة جاية بابتسامة. طبعا احنا في اخر السنة اللي خلصت وداخلين على سنة جديدة، وكلنا لينا امنيات لسه متعلقة واحلام وحاجات كتير، وعايزين نطمن ونعرف في ايه في اللي جاي. والطريق الوحيد اللي نقدر نعرف منه او نكشف منه عن جزء من غيب ربنا، الطريق المشروع الوحيد هي الأحلام، أو بمعنى أدق الرؤى الصادقة اللي بتكون من ربنا عز وجل، اللي بيبعتها لنا عشان يبشرنا بشيء أو يحذرنا من شيء. إزاي نعرف إن السنة الجديدة هتبقى وش السعد علينا، أو أمنيتي هتتحقق فيها، أو كربي هيتفك، أو هتبقى سنة رخاء وسنة ازدهار؟ ممكن أعرف من أحلامي؟ آه ممكن تعرف من أحلامك، وخصوصا في الفترة الأخيرة اللي هي الأيام اللي احنا فيها من انتهاء سنة، والفترة أول الجزء الأول أول شهرين 3 شهور بالظبط من السنة الجديدة. الجزء دوت من العام بنقدر نعرف فيه لو في رمز أو بشرة لأن السنة الجديدة هتبقى وش السعد أو وش الخير علينا أو العكس. بس احنا هنخلينا في التفاؤل وهنتكلم في الرموز الفرح ورموز تحقيق الأمنية في السنة الجديدة. إيه الرموز اللي أقدر أعرف منها إن السنة الجديدة هتبقى وش السعد عليا؟ أول وأكتر حاجة بحب أنا أستشهد بيها وبفرح جدا لما أكون هقتبس منها أو هتطرق ليها صورة سيدنا يوسف. صورة سيدنا يوسف عليه السلام، الصورة ديت يعني مثال تقنين الأحلام ويعني مشروعية الأحلام، فبكون سعيدة جدا لما بقتبس منها حاجة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن ظلم، وربنا أراد ليه أنه يخرج من السجن، ما بعتش جيوش تحطم السجن ولا بعت أعاصير ولا خلاه يهرب أو سهله الهروب، لا، ربنا همس للملك اللي هو عزيز مصر اللي كان هكسوسي وقتها، همس ليه بالليل برؤية، رؤية يحتار فيها كل المحيطين والحاشية بيه وكل مفسرين الأحلام، كل المحيطين بيه يحتاروا في تفسيرها ويقولوا له دي أطغاس أحلام، زي ما بنقول إحنا حلم من الشيطان أو هلاوس، وتتكرر عليه الرؤية، وكل ما يفسرها عند معبر من المعبرين ويستشهد في حد من الحاشية المحيطين بيه ويقولوا له إن هي أطغاس أحلام، وتتكرر الرؤية تاني، وهو جواه يقين إن الرؤية دي ليها دلالة ومؤثرة، لحد ما ساقي الخمر بتاع الملك افتكر سيدنا يوسف اللي كان فسر له رؤية لما كان مسجون معاه، فسر له رؤية ان هو كربه هيتفك وهيخرج من السجن وهيرجع يسقي الملك خمر، هيرجع لشغلته يعني. افتكر سيدنا يوسف اللي كان سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك، يعني قول للملك عني، كلم الملك عني، افتكره وأشار على الملك بيه. الملك طبعا خرج سيدنا يوسف وحكى لي الرؤية. إيه هي الرؤية اللي هي أساسا المغزى بتاع الموضوع؟ 7 بقرات سمان سمينة، و7 بقرات هزيلة، و7 سنبلات خضر، و7 سنبلات جافة يابسة. سيدنا يوسف فسر البقرة السمينة على إن هي سنة ازدهار، سنة فيها رخاء، والبقرة الهزيلة على إن هي سنة قحط أو جفاف، وكذلك السنبلة طبعا. فمن هنا إحنا أخذنا البقرة السمينة في إن هي رمز للسنة المزدهرة الجميلة اللي هيتحقق فيها حلمك، اللي هتكون أمنياتك كلها بإذن الله مجابة، اللي هيحصل لك فيها أحداث ترفعك في أعلى القمم الأماكن يعني. فبالتالي لو حلمنا ببقرة، بقرة سمينة أو سنبلة سنابل خضراء، نعرف إن السنة الجديدة هتبقى وش السعد علينا بإذن الله. طيب إيه تاني هنتكلم عليه من رموز برضو الازدهار؟ العسل.
العسل الأبيض كذلك، العسل بيذكر في كل المواضع اللي فيها خير ونماء وازدهار. طبعا واحنا زي ما قلنا البقرة، وقلنا البقرة السمينة، مش هننسى صورة البقرة ووصف البقرة اللي هي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فكذلك اللون الأصفر الفاقع من رموز، لو شفته في رؤية بشكل مبهج وصحيت منها منشرح في الأيام الأخيرة من السنة أو الأيام الأولى من السنة الجديدة، تعرف أن السنة الجديدة هتبقى وش السعد عليك وأمنيتك فيها مجابة بإذن الله. شروق الشمس، سقوط القمر في حجر الرائي، يعني لو انت حلمت ان انت قاعد والقمر وقع ولكن وقع في حجرك، تعرف ان السنة دي القمر ده بيمثل السنة، تعرف ان السنة دي بتاعتك، يعني بإذن الله هتكبر فيها وأمنيتك وأحلامك كلها مجابة. السيارة معروفة تيسير، لو امتلكتها أو أهدت ليك أو ركبتها وكانت جميلة وكنت منشرح، تعرف ان السنة الجديدة هتكون وش السعد عليك. اللحم المطهي، يعني بتاكله بتطهي، حد بيطهي ويدهولك، طيب المذاق، وليمة كبيرة، تعرف ان السنة الجديدة هتكون وش السعد عليك، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها دي. الفاكهة، وفاكهة مما يتخيرون، طبعا الفاكهة من طعام الجنة، الفاكهة برضو رؤيتها في الايام ديت دلالة كبيرة ان السنة الجديدة هتكون وش السعد عليك. والسمك بكل أشكاله وأنواعه، مع طبعا ما عدا السمك الفاسد والمملح، السمك الصاحي، السمك الكبير، السمك يعني بأشكال كتير منه، دلالة على إن السنة الجديدة سنتك، السنة بتاعتك بإذن الله. لو دخلت منزل جديد أو امتلكت منزل جديد كبير جميل، قصر، فيلا، بيت، شقة، طبعا بعيد عن حديث النفس يعني، فتعرف ان انت بإذن الله ربنا هيأتيك ملك او هيحقق ليك رغبتك في السنة الجديدة. الدرع الواقي لبسه حماية ليك من كرب وحصن ليك في السنة الجديدة. لو حلمت ان انت بتلبس الدرع بتاع الحرب ده، تعرف ان السنة الجديدة دي هتبقى وش السعد عليك بإذن الله. لو لقيت شكلك اتغير للأحسن وفي زيادة، كل زيادة في الحلم محمودة، يعني ايه زيادة؟ يعني مليان، سمين، تخين، طبعا احنا مش بنحب التخن في الحقيقة، لكن في الأحلام التخن الجميل اللي هو كيرفي كده يعني الجميل ده زيادة ليك في الرزق، زيادة ليك في العلم، زيادة ليك في الأولاد، زيادة يعني كل زيادة في الحلم محمودة. لو حلمت ان شعرك طويل، الطول الجميل اللي هو فوق الظهر، يعني فوق اخر الظهر كده، مش الطول الطويل قوي اللي يعرقل او اللي نقعد عليه يكعبل، لا الطول الجميل المسترسل اللي كلنا بنحبه ده، نعرف ان السنه الجديده هتكون وش السعد عليك. واي زياده عامه، زياده في العضلات، بسطه في العلم وبسطه في الرزق، بسطه العضلات، زياده في يعني زياده عامه محموده، والنقص برده مش حلو. شرب المية والماء الجاري، الماء الجاري من رموز البحيرات الجميلة الصافية، الأنهار الجميلة الصافية في الأيام دي، في أواخر السنة اللي بتخلص وأوائل السنة الجديدة، نعرف إن السنة الجديدة دي وش السعد علينا. أخذ العيش، التورتة، والشمع القايد، الشمع المنور زي ما بيقولوا كده، إيه شمعتي قايدة، الشمع القايد وأعداد الشمع الكبيرة، هو عامة يعني هي بتفسر كل الشمعة بسنة، ولكن برضو على حسب الرؤية والإجماع الرموز، هو عامة أهم حاجة يكون الشمع قايد. الولادة وخصوصا ولادة البنت، اللبس الخاتم، الخاتم ملك، طبعا كلنا عارفين قصة سيدنا سليمان وخاتم سليمان، لبس الخاتم من رموز إن أنت هتملك يعني أمنيتك، أو ربنا هيجمعك بأمنيتك، أو هتكون صاحب سلطة، صاحب قرار في السنة الجديدة بإذن الله. قول يا رب، والدعاء، الدعاء عامة، وقلت يا رب من رموز إن ربنا هيكون معاك في السنة الجديدة. طبعا إحنا عارفين النجاح فلاح، فطبعا لو حلمت إن أنت في امتحان ونجحت، إن نتيجة جات لك ونجحت، بإذن الله من رموز توفيقك في السنة الجديدة. الكعبة والسعودية، السفر للسعودية سعد، والكعبة
والحج والعمرة معروفين دول دايما خير زي ما قلنا قبل كده، كل الرموز ليها تقول للخير والشر، إلا الحج والعمرة دايما خير بإذن الله. الطماطم والرز تحقيق حلمك ولكن بعد فترة، ربما في آخر السنة خالص، يعني احنا عارفين طبعا الرز زراعته فيها مشقة والطماطم كذلك، زراعته فيها مشقة بيحتاج ماء كتير وبياخد وقته، فبالتالي الرز والطماطم تحقيق لأمنيتك في السنة الجديدة، ولكن في آخر السنة أو بعد تعب أو بعد بذل مجهود. من الأحلام اللي هي برضو منبئة ومبشرة في السنة الجديدة بحاجتين، إن أمنيتك هتتحقق، وخصوصا في ظرف الوباء اللي احنا فيه، إن هي إن انت ربنا هيكون معاك، هتكون محصن يعني بإذن الله من الوباء، رؤية سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى احنا عارفين ان المعجزة بتاعته كانت ان هو بيبرئ الأكمى، يعني بيشفي من الأمراض عامة، الأكمى والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله طبعا. فرؤية سيدنا عيسى بشرى بان انت بإذن الله محصن من الأمراض والأوبئة، وبرضه ربنا هيجمعك بأمنيتك، والسنة بتاعتك هيكون ما فيهاش ابتلاء بإذن الله. نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل الرموز اللي هتخلينا نعرف لو شفناها في آخر السنة اللي هتخلص أو أول السنة الجديدة، إن السنة الجديدة هتكون وش السعد علينا أو أمنيتنا هتتحقق فيها. وإحنا في الفقرة اللي هي بتاعت الظروف اللي البلاد بتمر بيها حاليا، اللي هي ظروف الوباء، فالأحلام اللي هنعرف منها إن إحنا في حفظ الله وفي حماية الله، إن إحنا محصنين بإذن الله. وقلنا أول رمز منها رؤية سيدنا عيسى، لأنه كان بيحيي معجزاته إن بإذن الله إنه بيحيي الموتى وبيشفي المرضى. تاني حاجة الاغتسال والوضوء. الاغتسال والوضوء من رموز برضو تحقيق أمنيتك في السنة الجديدة، لو رأيتهم في الآخر في الأيام اللي احنا فيها دي امتدادا لأيام أو أول ربع السنة الجديدة بإذن الله، نعرف إن احنا محصنين بإذن الله. الابتسامة بشرة برضو، انطفاء البركان، أي ظاهرة غير طبيعية، بركان، زلزال، عواصف، أعاصير، الحاجات دي بتنتهي، انتهاءها نعرف ان بإذن الله يعني الجبر داخل علينا، ربنا بإذن الله هيغيثنا، الكربة هيتفك، أمنيتنا هتتحقق إن شاء الله. رواج البضاعة ونزول الأسواق، كل اللي بقوله ده عكسه وهيبقى العكس، بس خلينا في التفاؤل برضو، يعني أنا ميالة ليه أكتر. قلنا صعود جبل، يعني طلوع الجبل، طلوع الشجرة، طلوع السلم، أي صعود وأي زيادة في الجسم زي ما قلنا، أو أي زيادة في الملك، كل دوت من رموز البشرة في السنة الجديدة والحماية لينا بإذن الله، وإن احنا في حفظ الله. شكل المربع كمان، المربع حاجة متوازنة، أضلعها زي بعضها، يعني حاجة سيف كير، فبالتالي شكل المربع من الرموز اللي تأكد لنا إن احنا بإذن الله في حفظ الله. لو شفنا حد بيدينا مثلا أي حاجة على شكل شوكولاتة، على شكل مربع، خاتم مربع مش مدور، نعرف ان احنا بإذن الله في حفظ الله، وان السنة الجديدة هتكون وش السعد علينا. دي مش كل الرموز، يعني دي تقريبا حوالي 90% منها، بس انا هكتفي بالقدر ده علشان اتطرق للأحلام اللي بعتوها لي على البيج او على اليوتيوب او على الصفحة بتاعت البروجرام. اول حلم أمه يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلمت أكتر من مرة بالبحر والطوفان، مرة كنت شايفة البحر عالي والمية بتعلى خالص وبتغرق الشوارع، وأنا بصورها على التليفون علشان أنبه الناس، وفعلا بقول للناس ومفيش حد مصدق ولا مهتم، وبقول ليهم المية جاية ورايا، ومرة تانية أنا ماشية والمية بتعلى من الأرض وأنا ماشية فيها، ومرة تانية شايفة البحر
وأنا واقفة جنبه، وجات موجة عالية جدا وغطتني وأنا واقفة. هي الرؤية دي رؤية عامة يا أم يحيى، فأنا مش هفسرها، يعني هي الرؤية دي مش خاصة ليكي أنت، الرؤية دي خاصة بالأحداث اللي بتحصل، يعني ظروف الوباء اللي احنا فيها، فأنا مش هفسرها أفضل يعني. عزباء، حلمت أني راجعة على البيت بتاعنا ولقيت حصان لونه أسود بيلمع وشعره جميل وهو حلو جدا بيجري عليا وعاوز يدوس عليا، وفي راجل جارنا حاول يبعده عني علشان ما تأذيش، وانا كنت خايفة. جاري ده ماليش علاقة بيه ومعرفوش شخصيا، مي محمد. مي هو جموح الحصان ده طموح كبير عندك، طموح الحصان كمان كان شكله حلو، عشان كده انا ما قلتش سحر، ما قلتش حسد، وما قلتش فجعه جايالك. دي من الحصان، يعني من ملك وكل حاجه حلوه، وبرده دي حاجات مش حلوه ليكي انتي. انتي طموحه قوي زياده عن اللزوم، حاطه مواصفات عاليه في كل حاجه، ليكي ليفل عالي، ف يعني الرؤيه مش وحشه يعني، بس انتي باذن الله، باذن الله ربنا هيجبرك وهيجي لك خبر حلو هيحقق الطموح اللي انتي بتسعي ليه. وبرضو ما يعني عليكي بالأذكار الصباح والمساء، ودايما أما بنشوف الحصان ومعظم أو معظم الحيوانات وخصوصا الحصان، الحصان حصن، فنتحصن، نحصن نفسنا، فعليكي بأذكار الصباح والمساء، وأبشري الرؤية مبشرة. الحصان ما أذكيش وشكله كان حلو، والرؤية مبشرة بإذن الله، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهى علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على تفسيراتك الرائعة يا دكتورة. أنا رأيت اليوم أنا وأختي على السطح، سطح بيتنا القديم، وبعدين رأيت قدامي أكن جزء من السطح شكل الأرض الزراعية، وإن خالي عبد الشافي هو متوفي في الحقيقة حرث الأرض، الأرض دي، وإن راكن في الأرض دي سيارتين، وأنا أنسة وأختي أنسة ولا نعمل. الرؤية بسم الله ما شاء الله كلها بشرة، أنت شفتي سيارتين وأنت وأختك أنستين ولا تعملوا، وده تيسير لأموركم أنتوا الاتنين بإذن الله. أنت ذكرتي أختك فواضح أن أنت بتفكري فيها، ودايما أحلامنا بتكون ربنا بعتها لنا على المواضيع اللي بنفكر فيها، فبالتالي أنت بتفكري في أختك كتير لذلك ذكرتيها، فالسيارتين ليكي وليها. وجودك على السطح، والسطح برضو من برغم ان انا لا افضل السطح كتير، ولكن انت رؤيتك وجودك على السطح شفتي فيه ارض زراعيه، واحنا قلنا اللي يحلم اللي الايام دي بالذات بالارض الزراعيه يعرف ان السنه الجديده هتبقى وش السعد عليه. مش بس كده، شفتي خالك المتوفى اللي هو اسمه عبد الشافي، فجايه من الشفا بيحرث الارض دي، فباذن الله السنه الجديده تكوني محصنه فيها من الاحداث اللي بتحصل اللي احنا فيها، لاحداث الوباء دي طبعا، يكون لكي شفا فيها، تكوني محصنه فيها، وكمان تجبري فيها زي ما الارض الزراعيه جالك متوفى، فجايالك حاجه كنت مثلا فقدتي الامل فيها او بتتمنيها، او جايالك من باب الغيب يعني من عند الله زي ما بيقولوا، ان شاء الله خبر يفرحك انت واختك باذن الله، والله اعلى واعلى. حريتي، حريه الجنه، صاحبتي حلمت ليا انها جت عندي في البيت، بس انا ما كنتش موجوده وجوزي دخلها وقال لها هي جايه، فاتصلت بيا وقلت لها كويس خليكي مع الاولاد لحد ما اجي، وكان بيتي على ما حسب ما هي شافت، يا صاحبتك اللي حلم، على حسب ما هي شافت في الحلم عباره عن اوضه وحوش كبير، بس الحوش كان مليان زباله وكرشة خرفان، فهي بتقول ازاي انا عايشة في البيت ده، وبعدين انا جيت وكانت عايزة تطلع على الشارع العمومي، طلعتها من الحوش من ناحية الزبالة. صاحبتي عزباء، طبعا يا صاحبتك اللي حلمت، فواضح ان انت بتحكي مع صاحبتك في مشاكلك او بتنشري غسيلك مش حلو يعني، واضح انك بتحكي معاها كتير، فأعتقد أنا فسرت لك رؤية برضو الحلقة اللي فاتت، وقلت لك خليكي حذرة في علاقاتك مع أصحابك، هي صاحبتك هتمر على مشاكلك مرور الكرام، ومش هتستفادي منها حاجة غير إن هي هتنتقدها، فبالتالي كوني حذرة وكوني كتومة شوية، واستعيني على قضاء حوائجك بالكتمان، ومشاكلك
تكون بيتك يكون لي شوية قدسية يعني، والله أعلى وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلمت اللهم اجعله خير عمتي الله يرحمها في المستشفى اللي كانت تعمل بها، وكانت غرفة الكشف بها عدد كبير من المرضى، ويقوم الدكتور بالكشف عليهم بمساعدة الممرضة، وكانت عمتي تجلس على المكتب، فانتظرت حتى انتهى الدكتور من الكشف ودخلت وجلست بجانب عمتي ونحن نتحدث، وبعدين خرجت أنا وهي من المستشفى ومشينا في طريق زي الأماكن القديمة، ورأيت باب خشب كبير وبه حلقة زي مقبض، ويجلس أمامه رجال وكأنه قهوة. وبعد ما مشيت أنا وعمتي تذكرت أني نسيت شنطة يدي، فرجعت لكي أخدها فوجدتها معلقة على الحلقة على الباب الخشبي وبها عقدة، فكتها وأخذت الشنطة وكانت بيضاء. ورجعت إلى عمتي فأعطتني شنطة يد سوداء جميلة وكبيرة، وهي مشيت وأنا صحيت من النوم. أرجو التفسير، جزاكم الله خير. الحلم من أستاذة إنعام نصار. هو الحلم مبشر يعني، بإذن الله بإذن الله يكون ليكي في حاجتين، في شنطة سودة، في عقدة اتفكت، في شنطة بيضة برغم انك نسيتيها رجعت لها وخدتيها، وفي شنطة سودة اجاتك من عمتك المتوفاة. العقدة اللي اتفكت دي مشكلة مقرقة يعني، مقرقة حياتك، ربنا بإذن الله هيخلصك منها عاجلا غير آجلا، فبإذن الله يكون ليكي فرج من المشكلة اللي شغلاكي اللي على طول مش بتفكري غير فيها، هيكون ليكي ليها حل قريب بإذن الله. الشنطة البيضة دي الشنطة حقيبة الشنطة البيضة سر، والشنطة البيضة عريس، والشنطة السوداء عريس. أنا ببص على الحلم، أنا مش كاتبة التفسير. والشنطة السوداء يعني موضوع كان انقضى، يا إما أمل ليكي كان في حد كنت عايزاه ومجاش، أو حد كان جه وإنتي رفضتيه. فإنتي بإذن الله هيجيلك موضوعين ارتباط، العقدة هتتفك، هيجيلك موضوعين ارتباط، موضوع منهم جديد وموضوع منهم كان انقفل وهيتفتح من جديد، وهتكوني في اختيار ما بين الموضوعين بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله يكون الخير فيما اختاره الله، والله أعلى وأعلى. أم يحيى، حلمت بقطط كتير واقفة على شباك المطبخ بتاعي وبحاول أخليهم يمشوا، وكنت خايفة منهم فمشوا إلا قطة واحدة فضلت تبص ليا، كانت دماغها كبيرة وشكلها غريب، وكان زي ما يكون عندها شلل الأطفال وما كانتش راضية تمشي. قطط كتير واقفة على المطبخ، المطبخ مكان الرزق زي ما احنا قلنا، والقطط الكتير تجمع القطط دي عداوة، وربما عداوة من النساء، وربما حد باصص على رزقك، ولكن وده كله بنفديه بالصدقة بإطعام الطعام. الأهم من كل ده القطة مدماغ كبيرة اللي كانت بصالك ومش راضية تمشي، أنا عايزاك تنتبهي على صحتك شوية، تتشكي يعني، تخليكي على طول تكوني يعني. القطة كانت عندها زي ما يكون شلل الأطفال ودماغها كبيرة، فانا عايزاك تكوني حذره على صحتك يعني، تاخدي بالك من صحتك وتطلعي صدقه بنيه دفع اذى الرؤيه، والله اعلى واعلى. دي ام يحيى، الرؤيه اللي عدت دي الام تاني رؤيه لام يحيى. حنين، حلمت بام المتوفاه بتقول لي خالتك ثريا كانت عندي ونسيت الحاجه دي، رايت الحاجه ملابس جديده وجميله، واعطتني شوكولاته على شكل قلوب، ووجدت عندها عليه شوكولاتة على شكل مربع لونها ذهبي جميلة. طيب والدتك بتقولك خالتك نسيت عندي الحاجة دي، فمعنى كده ان الحاجة دي هترجع لخالتك، فبإذن الله يكون فرج لفرج وزيادة في الأجل ومد في العمر والصحة لخالتك إن شاء الله بإذن الله. والشوكولاتة القلوب والمربعات اللي انت أخدتيها دي بإذن الله، لو انت عزباء، أنا مش عارفة انت عزباء ولا إيه، بس لو انت عزباء بإذن الله ارتباط عن قريب قلب،
ومربع، المربع حماية وتوازن، احنا لسه قايلين كمان المربع في رؤيته في الوقت ده من البشرة ان السنة الجديدة امنيتك هتتحقق فيها. فلو انت عزباء بإذن الله ترتبطي، وبإذن الله لو متزوجة وفي سن الحمل يكون في حمل، ولو كبيرة ممكن حد من الأولاد، فبإذن الله الرؤية عامة مبشرة بنماء وتحقيق لأمنيتك في السنة الجديدة إن شاء الله، والله أعلى وأعلى. حلمت أنني برضو حنين نفسها، أوكي مش مشكلة أفسر حلمين. حلمت أنني أبكي وبقول اللهم اخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق، وبردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ورايا ما يكون محبوسة في حجرة، ورأيت الممثل يوسف شعبان يزعق لي وخرج لي من الحجرة وأنا ببكي. أنسة، أنسة كويس، يعني الرؤية اللي فاتت أنت أنسة، فبالتالي زي ما قلت لك هتكون بشرة بارتباط، دي الرؤية اللي فاتت. أما الرؤية دي يا حنين هي عامة في الظروف اللي بيكون فيها كرب في البلاد، حروب أو أوبئة، بيكون في رؤى عامة كتير، والرؤى دي من الرؤى العامة. كنت مخنوقة وفي ضيقة وبتعيطي وشفتي فنان اللي هو يوسف شعبان شخصية عامة، فبالتالي الرؤية دي عامة، وبالتالي أنا مش حابة أفسرها، وللأسف دي أكتر من خامس رؤية عامة تجيلي الأسبوع ده وامتنع عن تفسيرها، بتكون مش تفسيرها مش مريحني يعني. اللهم أكبر خاطري، ده اسم الأكاونت، وبرضه اللهم أكبر خاطري يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن سلفي حلم عمه اللي هو زوجي المتوفي انهم كانوا بيصلوا الجمعة سوا، وبعدين عمه قال له عاوز اكل جعان، فاخدوا معاه البيت واكلوا لحمة، وقال له روح لمرات عمك انا خد منها فلوس وهات خروف واذبحه في البلد واتجمعوا كلكم، وقال له انا كده شبعت وسابه ومشي. الله يكرمك فسريها لي. طيب انا مش عارفه ابن سلفك عمره قد ايه، مريض ولا سليم، وصلى الجمعه مع عمه المتوفي، فاحنا انا هقول لك الاهم من تفسير الرؤيه، انك تطلعي صدقتين، ثلاث صدقات، صدقه بنيه دفع اذى الرؤيه، وهو كمان اللي راى الرؤيه يطلع صدقه بنيه دفع اذى الرؤيه، تمام. الصدقة التانية هتتصدقي كتير، انتوا ناسيينه شوية، زوجك المتوفى اللي جه وطلب أكل وطلب ذبح خروف، وممكن يكون عليه دين انتوا ما تعرفوهوش، أو في تقصير، أو في حاجة، في وصية يعني تجاوزتوها، في حاجة مادية أو حاجة في رقبته ومحتاجة في ده، لو تقدروا تذبحوا خروف وفورا يعني يكون أفضل، اللي هي الوصية اللي هو طلبها ذبح خروف، ولو الإمكانية مش هتسمح هنتصدق كتير ونستغفر له، عشان ذبح الخروف ده كمان استغفار، يعني هو محتاج حد يستغفر له علشان نتقل ميزان حسناته شوية بإذن الله. ما تنسهوش، ما تنسهوش، ولو تقدروا تذبحوا الخروف، رأي الرؤية كمان اللي حلم انه بيصلي معاه جماعة يتصدق ويدعي ربنا كتير، والله أعلى وأعلى. طب معنا اتصال، أم سيف اتفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت إن أخويا هو مختفي بقاله سنتين ما عرفوش عنه حاجة، إنه جالي في الرؤية ويكلمني في التليفون يقول لي أنت هتشوفيني بس مش هتقدري تكلميني. أخوكي وفعلا رحت في مكان بوابة كبيرة طالع منها، طلع اشترى حاجة من كشك، وبصلي وبصلته بس مش قادرة أكلمه، ودخل البوابة الكبيرة دي تاني. أوكي أنت قلت لي أخوكي مع الو هو قاعد في مسجد، الصوت مش في ودني، ما سمعتش نص الرؤيه الاولاني. ايوه بقول لك اخويا شفته، تمام، اللي هو اتصل بيا بالتليفون. اوكي قال لي اللي انت هتشوفيني بس مش هتقدري تكلميني. مش هتقدري تكلميني. هو مختفي بقاله سنتين، فعلا شفته طالع من بوابه كبيره جدا لونها اخضر، وطلع من البوابه ودخل وبصلي وبصلت له وما كلمتوش. وما كلمتهوش. وعلى طول يشوفوه كاخواتي وجوزي يشوفوا ان هو قاعد في مسجد وما بيطلعش منه. قاعد في ايه؟ في مسجد، في مسجد. في مسجد. طيب تمام اوكي. هو اخوكي
اخوكي مختفي بقاله سنتين. اه ما نعرفش عنه اي حاجه. تمام اوكي. تمام اوكي. ام سيف شرفتينا وميرسي على الاتصال. هي الرؤيه ان صدقت، لان غالبا في الظروف دي بتكون معظم الاحلام احلام نفسيه من كتر انشغالنا بيه وانشغال نفسيتنا بيه، فعلشان يعني الرؤيه بتكون محتاجه طبيب نفسي اكتر. يعني الحلم ده بيكون العقل الباطن خلاص انعصر والقلب انفطر على الشخص اللي هو مختفي ده، فبالتالي كل المنفذ الوحيد الرؤى والاحلام اللي بننام. فاحنا الرؤيه دي ان صدقت هيجي لك خبر عنه، خبر عنه وليس منه. هو قال لك هتشوفيني، هتسمعي صوتي لكن مش هتشوفيني، خبر عنه وليس منه. ربما حد يبلغك خبر ايه هو كان فين، هو راح فين، هو جه منين، ولكن الخبر مش منه، هو خبر هيكون يعني مش هيسرك. الله اعلى واعلم، وربنا يجيب الخير كله. تمام معانا اتصال. معانا طارق، اتفضل يا طارق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك، انا اول امبارح عند واحد متوفى من كورونا، ما عرفش يعني. تمام، بقاء لله. الله يخليك. فاني ونحن مدفنوه دفناه، وليل بالليل نمت حلمت بحلمين اثنين. خير، اللهم اجعله خير. اتفضل. الله يخليك. الحلم الاولاني حلمت ان انا بتصمد كتير. تمام. ماشي. والحلم الثاني حلمت ان انا واقف قدام التربه وشايفه من جوه التربه كده، الزياد بتاع التربه ده شايفه قدامي كده، واني وقفت من جوه في الرجال. شايفه ايه؟ الوصف اللي كان فيه؟ اوصفه لي. الموقف اللي كان نايم فيه مدفون، الدفن يعني، وبالكفن وكده. شفت شكل الدفنه اللي انت كنت فيها في النهار، صح كده؟ بس كده. تمام؟ بس كده. تمام. طيب اوكي يا طارق، هجاوبك باذن الله، شرفتني. هي الرؤية الأولى يعني لسه قايلين دلوقتي، اللي يحلم في آخر أيام السنة اللي احنا فيها وأول السنة الجديدة بالسمك، يعرف إن بإذن الله السنة الجديدة هتكون وش السعد علي. فبإذن الله يعني احنا كلنا عارفين ان السمك رزق، ولكن السمك لما نشوفه في اواخر السنة في الوقت اللي احنا فيه ده، نعرف انه فوق الرزق جبر. يعني ربنا هيجمعك بأمنيتك عاجلا غير آجلا، والسنة الجديدة دي بإذن الله هتمر عليك مش هتضر، وهيجبرك فيها ربنا. الحلم التاني والله اعلى واعلم طبعا. الحلم الثاني انت دفنت واحد، يعني البقاء لله وربنا يزيح عنا جميعا الغمه اللي احنا فيها دي. دفنت واحد عزيز عليك توفى بكورونا في النهار، وبالليل شفت مشهد الدفن. هي الرؤيه عباره عن حديث نفس بحت، يعني اللي انت شفته بالنهار وكنت حزين او مكبوت علشانه، رحت بالليل العقل الباطن نفس فشفت كل الاحداث اللي حصلت دي. وعموما طلع له صدقه وادعي له، وهو باذن الله يعني ان شاء الله يعني المبطون عند ربنا في الجنه ان شاء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد. فطلع له صدقه والله اعلى واعلى. معانا اتصال. ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا معايا حلمين. اتفضلي. ليا انا لوالدتي. اهلا بيكي وبيها. ماشي. والدتي حلمت ان جدتي المتوفية جات لها وماسكة في ايدها تلات خواتم وحاجة تانية. تمام. فقالت لها دول اديهم لشيماء عشان هي يعني هتاخدهم وهتسافر. قالت لها حتى اديهم لها انا؟ قالت لها لا، انا لازم اديهم لها بنفسي. شيماء دي؟ قالت لها هي هتسافر يعني طالعها وكده. هتسافر ايه؟ هترجع يعني لطالعها. هترجع لطليقها. ايوه. وقالت لها لازم اديها الثلاث خواتم انا لنفسي. قالت لك لازم قالت لها لازم تدي الثلاث خواتم دول لشيماء. أيوة. انت شيماء؟ ايوه. انت عندك اولاد يا شيماء؟ ايوه. عندك كام؟ عندي بنت وولد. بنت وولد. طيب تمام. الرؤيه الثانيه؟ الرؤيه الثانيه والدتي حلمت ان دخل طليقي
ونام في الأوضة بتاعتي، وأنا لبست لبس جميل وقال لها احنا مسافرين، قالت له وهتسيبها تاني؟ قال لها لا انا صدقت ما لقيتها، انا عمري ما سبت. تمام بس كده وانتهى حلمنا على كده. تمام يا شيماء، اوكي اتفضلي. بصي هو انا شيماء طبعا انا الصوت فاكراه، واتصلت بيا الحلقه اللي فاتت وكانت الرؤيه ان زوجك رش ميه، وانا قلت لك الرؤيه مش حلوه، ولكن والدتك حلمت الرؤيتين دول، ان صدقت الرؤيه الجده المتوفيه جت واعطتها 3 خواتم وقالت لها دول لشيماء وهتسافر. السفر تغيير حال، والخواتم لمن امتلكهم امتلك ملك، وتلات امنيات هيتحققوا لك باذن الله. وبما انك عندك بنت وولد ربما باذن الله تغيير حال برجوع للزوج، او باذن الله ربنا يجبرك بالزواج بشخص باذن الله يكون فيه الشيء اللي بتحبيه في زوجك ومفهوش الشيء اللي كنت بتكرهيه فيه او مش حباه فيه، وربنا يجبرك ويكون عندك اخ ثالث لاولادك. دي الرؤيه الاولى. والرؤيه الثانيه، الرؤيه الثانيه كانت ايه؟ حد في كنترول فاكرها؟ الرؤيه الثانيه كانت ايه؟ نسيتوها. انا مش متذكره الرؤيه الثانيه بالظبط، ولكن انا متذكره ان هي كان فيها برضو سفر تغيير حال، واه كنت نمتي في اوضه نمتي في والدتك حلمت ان انت دخلتي الاوضه وزوجك جه ونام في بصي ان صدقت الرؤيه، لانه واضح ان والدتك برضو قلبها منفطر عليكي، فبتبقى الاحلام شويه داخله فيها النفسيه او حديث النفس. فان صدقت الرؤيه ان شاء الله ربنا يجبرك باللي احسن منه ان شاء الله، والله اعلى واعلم. ام احمد، ام احمد الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مع حضرتك، اتفضلي احكي لي حلمك. بصي حضرتك، انا ابني حلم قبل كده. تمام. ايوه سامعاني حضرتك؟ سامعاكي اتفضلي. انا سامعاكي. كده ان لقى قدام باب الشقه قطه والده. قطه والده، تمام. بعد كده هو حاول يزق الباب ان هي ما يخليهاش تدخل الشقه. تمام. سليم؟ فلا هي عثرت معاه فدخلت، واحنا اصلا في الحقيقه معلقين ورا باب الشقه مصليه، هي دخلت وقطعت المصليه. وقطعت المصليه. ابنك عمره قد ايه اللي حلم؟ هو عنده 12 سنه. 12 سنة. البيت عامة في مشاكل أسرية، يعني في مشكلة كبيرة أو كده؟ البيت عندكم؟ يعني هو احيانا يعني في التزام ديني. بصي اصل في مصليه، المصليه رزق يعني. المصليه عندنا دي اللي اتقطعت، دي اللي القطه دخلت وقطعتها، وقطه والده ودخلت وقطعتها، يا رزق يا ايه يا دين صلاه. فانتوا ملتزمين بالصلاه في البيت؟ بتصلوا؟ الولد اللي حلم هو صغير طبعا، بس برضو وجب عليه الصلاه، يعني السن بتاعه سن تكليف، بيصلي؟ لا هو بيصلي وبيقطع، واحنا كذا مره بنقوله على الصلاه وهو لا بيصلي وبيقطع. تمام. طيب هو كده عليه ان هو انت لازم تحصنيه اذكار الصباح والمساء. القطه برضو من رموز الحسد، فهنا هي والده ودخلت وقطعت المصليه، فانتوا عندكم مشكله في الرزق والعباده، فانتوا عليك تحصين البيت عامه، والولد اللي حلم وشاف الرؤيه دي خاصه يا لازم يصلي، ولازم تفديه، تطلعي حاجه يعني تطعمي طعام بنيه دفع الاذى عنه من الرؤيه اللي شافها. تمام. يلتزم ترقيه بالرقيه الشرعيه بالضوابط بتاعتها، وتحصنيه على طول باذن الله. تمام. تمام اتفضلي يا سما. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي. من فضلك ممكن بس 3 احلام صغيرين؟ اتفضلي. اول حلم، انا عندي واحده صاحبتي متوفيه. تمام. تمام بقاء لله. فانا حلمت ان هي انا بصلي انا وهي في المسجد. تمام. ده اول حلم. الحلم الثاني، حلمت ان انا واخويا بناكل سمك مشوي. بتاكلي سمك مشوي؟ انا واخويا. تمام.
الحلم التالت والدتي حلمت ان هي بتفتح في باب كده، تمام، خرج علي طلع عليها كده كتاكيت صغيرة. طب ممكن افسر لك الحلم الاول والتاني عشان ما انساش التالت لان واضح انه طويل. الرؤية بتاعت صديقتك اللي انت صليتي معاها في المسجد، هي محتاجة منك صدقة ومحتاجة، قطعتوا عليها ليه يا جماعة؟ طب تمام، الرؤية الأولى سما، الرؤية الأولى صاحبتك دي محتاجة منك صدقة، دي أول حاجة. وتاني حاجة أنت يعني مكلفة، لو أمكن طبعا الظروف اللي احنا فيها ما ينفعش الصلاة في المسجد، مكلفة بأن أنت يعني تداومي على الصلاة لو مقصرة فيها، واضح أن أنت مقصرة فيها، حد ميت جاي يصلي معاكي جماعة، فربنا بيفكرك بالصلاة، والمتوفاة بتفكرك أن أنت تتذكريها، في حاجتين تتصدقي عليها وتستغفري لها، هي محتاجة منك استغفار. فانقطع عملها وانت املها، هي طالما جات لك هي خصاكي بشيء، ف اللي قلنا عليه ده كله تعمليه، مش هكرره علشان ما اكررش نفسي. الرؤيه الثانيه كانت ايه؟ السمك المشوي. السمك عامه رزق، والسمك المشوي انا بحبه يعني عامه، فباذن الله رؤيه السمك في الايام اللي احنا فيها دي واوائل السنه الجديده دلاله على ربنا هيجمعك بامنيتك، و بإذن الله إن شاء الله رزق كبير ورزق وفير، حاجة كنت مستنياها هتحصل لك، حاجة حلوة كنت مستنية إن هي تحصل ربنا هيجبرك بيها بإذن الله، والله أعلى وأعلى. تمام، طبعا إحنا كده اتكلمنا النهاردة عن رموز الجبر، رموز جمعنا بأمنيتنا وتحقيق حلمنا في السنة الجديدة. يا رب تكون سنة خير علينا كلنا، يا رب تكون ينتهي الكرب والوباء اللي احنا فيه خاصة، والعالم كله بإذن الله أجمعين يعني إن شاء الله ينتهي اللي احنا فيه دوت، وتكون السنة الجديدة سنة يعني. وبصراحة أنا جات لي أكتر من رؤية عامة بتقول إن الموضوع لسه شوية مكمل شوية، ولكن بنتمنى من ربنا، ربنا قادر على كل شيء ويقدر يبدل الحال في ثانية، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عايزين ندعي كتير، وواضح من الرؤى اللي جات لي إن الكرب اللي احنا فيه ده بسبب عدم التزام ديني وقطع مواثيق وفتنة، فتن يعني، معظم الرؤى اللي جاتني فيها فتن من ناس مش في ديانتنا بيصلوا زينا، من حرب جاتني رؤية برضو الأسبوع ده حرب، وواحدة جاية دسيسة من الناس التانيين اللي ضدنا في الحرب، وبتقرأ آية الكرسي بالمقلوب، وحد اللي كان شاف الرؤية كان بيصححها لها، وهي هي بتجبره يقولها غلط، وفي الآخر إن شاء الله هو اللي انتصر بس بعد ما جاهد معاها كتير. فبإذن الله ربنا هيزيح عننا الغمة ولكن بيختبرنا، عايزين نقرب من ربنا شوية، وعايزين ندعي كتير ونتصدق كتير ونفتكر ربنا كتير على طول بإذن الله. أنا بشكر كل فريق العمل معايا، بشكر المخرج وأستاذ أحمد حافظ والكاميرا، وبشكر كل اللي معايا بيعملوا معايا مجهود رهيب بصراحة، يعني خالص شكري ليهم وبشكركم، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية في أحسن حال، وسنة سعيدة عليكم وعليا وعلى الناس كلها، وأشوفكم على خير بإذن الله الحلقة الجاية.